استجابة لأحد الأصدقاء الأعزاء جدا جدا على نفسي، قال لي عايزين نسمع كلمتين عن الغيبوبة. طبعا موضوع الغيبوبة موضوع مهم جدا، أي نعم هو في الطب عميق قوي، لكن ممكن نخليه سطحي جدا جدا والناس تبقى فاهمة يعني إيه ابن عمي في غيبوبة. طب نهايتها إيه؟ ده أختي لا قدر الله عندها كذا، طب ده حماية جاله غيبوبة، طب اللي سنه 30 زي 70 زي 80، اللي جات له غيبوبة أكثر من مرة زي مرة أول مرة، عشان كده الغيبوبة موضوع يستحق إن إحنا ننور الناس فيه. نبدأ بأهم حاجة وهو تعريف. ما هو تعريف الغيبوبة؟ طب ما أنا نايم بالليل أنا في غيبوبة؟ ده سؤال مهم جدا. الغيبوبة هي حالة طبية إذا عملت ألم للعيان لا يستجيب. خلي بالكوا، حالة طبية لا يستيقظ منها العيان بالألم. يعني أول ما عيان غيبوبة يخش لنا في العناية المركزة بنعمل إيه؟ بنجيب قلم رصاص نحطه بين صوابعه ونقرص قوي، دي مؤلمة جدا. كل واحد يجربها دلوقتي. كل واحد يحط قلم رصاص هنا بين صوابعه ويضم صوابعه قوي عليه. دي مؤلمة جدا. إذا استجاب ما بقاش في غيبوبة. عي! يبقى عنده حالة نفسية وعامل نفسه بغيبوبة. خلاص بقت سهلة. أو أدوس له على المنطقة دي. المنطقة دي فيها عصب، لو ضغطت عليه بيوجع جدا. المنطقة دي اهي اللي هي أعلى العين من الداخل اهي، زي الحاجب من جوه، لو ضغطت قوي عليه دي مؤلمة جدا. أبسط حاجة أقرص ودنه قرصة جامدة شوية. إذا استجاب أو عمل بعينه كده أو حسيت إنه حس هذا الألم ما بقاش غيبوبة. يبقى ما هي الغيبوبة؟ الغيبوبة هي حالة طبية لا يستجيب المريض للألم.